اليوم بدي احكيكم عن كل شيء عم نعاني فيه من وراء الكورونا فيروس على المجال الجلدي. نحن بنعرف انه الكورونا بغياب العلاج بالوقت الحاضر عم نركز قد ما فينا على الوقاية من الفيروس. غسيل الايدين بيعتمد على المي والصابون. استعمال المطهرات مهم، بس بوجود المي والصابون بنقدر ناخذ نتيجة مع اقل سايد افكت، لانه الفيروس هو مثل ما بنعرف بينتشر بسرعة، بس كمان الادفانتج فيه انه بيموت بسرعة، بيموت بسرعة بالمي والصابون، وفينا نقتله كمان بالهاند سانيتايزرز يلي هن مثل هو اللي يلي بنحطهم على الايدين تينظفوا الايدين. هلا لازم نعرف انه بنحط كمية صغيرة ومننظف الايدين. هلا لازم نعرف انه وقت بدنا ننظف لازم يكون هذا البرودكت فيه سبيرتو او الكحول بدرجة 60 أو 70%، مش ضروري أكثر، لأنه كل ما نعلي درجة الألكول كل ما يكون حيصير عنا أثار جانبية أكثر. إذا علينا أكثر أو استعملنا غير مواد كمان بنقدر نعمل حساسيات جلدية اللي هي عم نشوف منها صرنا كتير. بيجوا لعندي عالم أو بيبعتوا لي الصور على الواتساب بيقولوا لي حكيم لك إيدي بكونوا إيديهم منشفين أو محمرين أو عم بيوجعون عم بيخزقوا شوية، يعني عاملين إكزيما، الإكزيما تبع الإيدين. هيدا علاجه منه كتير صعب. أول شيء المرطبات، نضلنا محافظين على درجة عالية من الترطيب بالإيدين، وفي حال وصلنا لدرجة الحساسية القوية ساعتها فينا نعمل بهيك حالة نحط الكريمات يلي هي فيها شوية كورتيزون. شوية كورتيزون لسبب واحد، لأنه الكورتيزون بخفف الانفلاميشن، بس كمان لازم نترك بنار لأننا عارفين أنه ما بدي نحط على وقت طويل، بنحط من 5 إلى 7 أيام بس، وبنحط مرتين بالنهار ماكسيموم مش أكثر.